صباح الخير والسعادة على كل مشاهدي مدرستنا ثلاثة، وصباح الفل على كل بلدنا وكل ضيوفنا اللي موجودين ومنورنا في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، أرض السلام والإنسانية. وصباح الفل عليك يا عمر. صباح الفل يا مارينا، ازيك؟ ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. صباح الفل عليكم مشاهدينا الكرام، يا رب يومكم يبقى حلو ويكون مليان خير وتفاؤل ومليان بالطاقة والحب والشغل اللي طالع من القلب والاجتهاد. طبعا لسه فعاليات مؤتمر قمة المناخ على أرض مصر في مدينة شرم الشيخ، ما بين مؤتمرات وجلسات ومعارض فنية واحتفاليات مختلفة، كل ده مستمر لسه البحث عن حلول لمشكلة التغيرات المناخية وتفاعل المصريين الواعي مع قضية التغيرات المناخية بمبادرات كتيرة جدا هدفها التوعية بالمخاطر المناخية والتحول للأخضر وغيرها كتير. ده يخلينا نروح لأول خبر معانا النهاردة عن مبادرة شبابية في جنوب سيناء، هدفها التوعية بأهمية زراعة النباتات السيناوية وشرح أهميتها سواء بيئيا أو طبيا، واسمها دعوة سيناوي. المبادرة دي أسسها شاب اسمه صلاح حمدي خلال فترة دراسته، ورغم أن دراسته كانت في كلية التجارة لكنه تواصل مع طلاب كلية الزراعة عشان تكون المبادرة بتاعته على قواعد علمية وسليمة، وعشان يقدر يشرح أهمية النباتات السيناوية وفوائدها وإزاي بتتم زراعتها. الحقيقه اكتر حاجه عجباني في المبادره دي ان هي فكره الجمع بين العلم والتسويق، وده بالتعاون مع اساتذه وطلبه كليه الزراعه في جامعه العريش، مش بس للترويج للاعشاب السيناويه وازاي ممكن تتحول لمشاريع زراعيه وبيئه تجاريه ناجحه، لا كمان الشباب بيقوموا بالزراعه عشان يساهموا في زياده المساحات الخضراء والتوعيه بالنباتات السيناويه اكتر. المبادره كمان توسعت في الجامعات، وده بعد ما جهزوا اطباق فوم صغيره فيها الاعشاب السيناويه بيشرحوا عليها اهميتها وفوائدها، واللي اتحددت اهميتها من خلال قسم التغذيه العلاجيه في كليه الاقتصاد المنزلي بجامعه العريش. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من الاستاذ صلاح حمدي مؤسس مبادره دعوه سيناوي اللي معانا على التليفون. اهلا وسهلا بيك يا استاذ صلاح. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك، احكي لنا كده في البدايه فكره المبادره جات لك ازاي؟ هو مبدئيا السلام عليكم، انا صلاح حمدي من شمال سيناء مدينه دير العبد، بكالوريوس تجار. الفكره كلها وسبب ظهورها برغم ان فات على الموضوع سنه كامله، يعتبر زي النهارده كنا في ملتقى الاتحادات الطلابيه وخدنا مركز خامس على مستوى 26 جامعه، ان طبعا الاتجاه العالم كله للتحضر للاخضر، وان احنا كشباب سيناوي نعشق تراب بلدنا. لما فكرنا حبينا طبعا نستخدم الموارد المتاحه لينا وعندنا وبتميزنا، وزي ما ذكرنا في المقال، وطبعا مش هقدر اتكلم عن الجانب الطبي والفوائد بشكل دقيق لاني سايب الدور ده لزمايلي في المبادره، وطبعا اللي هم الطالب محمد حسين والطالبه ياسمين السيد بالفرقه الرابعه كليه العلوم الزراعيه البيئيه، وطبعا الدكتوره هند حسين الداعم لينا، وكانت اكتر دكتوره كانت بتدعمنا، وطبعا معانا الاخصائيه بقسم التغذيه العلاجيه تسليم محمد نمر. وكان حلمنا حقيقي ان احنا نطلع في منتدى المناخ اللي في شرم الشيخ، طبعا بيحضروا باحثين، واحنا برضو اكيد محتاجين اكتر اضافه لينا في المبادره من افكار برغم وجود وجاهزيه الافكار اللي معانا. وبسطنا جدا ان حد من الناس اللي معانا واللي دايما بيشجعنا اللي هي دكتوره هند حسين تم اختيارها علشان تكون ضمن فريق تنظيم المنتدى، وحقيقي واجهه مشرفه وخير داعم لينا. بس طيب يعني خلينا طبعا نوجه ليهم التحيه وبالتوفيق طبعا في مشاركتهم في مؤتمر المناخ، لكن حابين نعرف تفاصيل اكتر عن المبادره، وصلتوا لحد فين وقدرتوا تحققوا ايه فيها؟ والله يا فندم احنا اشتغلنا عليها على قد ما نقدر في الملتقى، وحاولنا ان احنا نتكلم مع زمايلنا اللي موجودين على مستوى الجامعات، احنا طبعا كنا اعداد كبيره، فاتكلمنا معاهم عن الاعشاب اللي عندنا وان احنا محتاجين نزرعها، محتاجين ننشر ثقافه زراعتها. اسباب التوقف ان ما لقيناش دعم، ما لقيناش تمويل، يعني احنا خدنا مركز خامس، فللاسف احنا انشغلنا طبعا لان انا اتخرجت وزمايلي برضو لسه بيدرسوا، بس حبينا لما لقينا المنتدى بتاع المناخ العظيم اللي بيتجه نحو الزراعات ونحو التحضر للاخضر، ان اكيد في امل ان احنا نوصل صوتنا للناس، نوصل صوتنا للداعمين لينا، ممكن نلاقي سبونسر، وكمان عندنا الجاهزيه والاليه ان احنا كمان نطلع على التلفزيون نعرضها ونتكلم اكتر بشكل دقيق. هيكون معايا طبعا زمايلي هيتكلموا من الجانب الطبي ومن الجانب العلمي، فأكيد هي مبادرة جدا هتكون إضافة للمجتمع وإضافة للبيئة وإضافة للصحة وإضافة، يعني هي ليها جوانب كتيرة عظيمة يعني. وبشكر حضراتكم إن أنتوا سلطتم الضوء علينا، وطبعا زي ما بأكد على إن شباب سينا دايما
شباب سينا وشمال سينا بالاخص شباب واعي مفكر مثقف بيحب بلده، دايما بيحب يستغل الموارد المتاحه اللي عندنا في المحافظه. عندنا دايما خيارات اكتر، ده واحد من عشرة اللي هي الزراعات، ما بالك بقى من خيارات وثروات عندنا في شمال سينا. طيب قول لي كده يا صلاح، يعني تفاعل الناس مع شرح اهميه النباتات السينويه بيكون عامل ازاي؟ لا كان رهيب جدا. انا بصراحه انبهرت لما، لان احنا اصلا كنا طالعين بالزي البدوي بتاعنا، لما كنت مد اللجنه طول الليل بامانه، كان يعني اللي هو لجنه التحكيم كانوا بيتواصلوا معانا، كانوا عايزين يعرفوا بيستخدموها ازاي، مثلا لو اديناهم حاجه اسمها الحنضل بتستخدمها ازاي، طب دي فوائدها ايه، طب الكلام ده كله، يعني سواء مثلا كان مرمريه او غيره من نباتات كانت معانا تم عرضها. وحقيقي يعني احنا كنا مبسوطين وكنا يعني فخورين بان احنا فعلا معانا كنز، معانا ثروه حرفيا لا تقل اهميه عن البترول وعن الغاز الطبيعي وعن غير. والثروه اللي معانا دي ملهاش اضرار بالبيئه، بل بالعكس ان هي بتضر البيئه، يعني بتضيف للبيئه. انما الثروات الثانيه زي البترول والكلام ده كله الى حد ما في يعني اضرار. طب صلاح، يعني انا حابب استغل فرصه وجودك معانا ومن خلال طابور الصباح نقدر نوعي الناس بانواع النباتات اللي انتوا بتوعوا الناس بيها من خلال مبادرتكم، يعني اذكر لنا كده اهم النباتات وايه هي الاهميه بتاعتها. هو بالتفصيل الدقيق انا مش هقدر اتكلم، يعني مش تفصيل دقيق قد ما يعني ممكن ناخد امثله كده، يعني مثال او اثنين او ثلاثه اقصى حاجه. يعني هو في انواع كتير، احنا في اكتر من 400 نوع ممكن نشتغل عليه، بس هو الشائع والشعبي زي مثلا المرمريه، دي علاج للبرد جدا، حاجه عظمه جدا. وغيره طبعا سواء مثلا الحنضل اللي كان بيبقى علاج للنقرس وخلافه كتير من زراعاتي. جامعة العريش بتدعمكم بشكل كويس؟ جامعة العريش الدكاترة اللي فيها، سواء كان معانا الدكتور أمير العيادي برضو كان هو مستشار رئيس الجامعة من حيث الأنشطة الطلابية، أو الدكتورة هند حسين على طول بيتفاعلوا معانا، على طول بنخش المعامل معاهم. أنا دخلت معمل، وكمان في عندنا خطة للتنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 بأن احنا ممكن نستغل الإنجازات اللي عندنا. احنا ممكن مثلا من فكرة من ضمن أفكار كتيرة عندنا أن احنا عندنا مزارع سمكية، المزارع السمكية دي ناخد الفضلات بتاعة الأسماك ونسمد بيها الزراعات اللي احنا إن شاء الله لما نلاقي دعم هنشتغل عليه. جامعة العريش دايما بوابة لينا، رئيس جامعة العريش الدكتور حسن الدمرداش، يعني لو لقى دعم ولقينا أكتر اتجاه من المسؤولين أعتقد أنه هو هيفتح لنا أبوابه وهيساعدنا وهيدعمنا بالأفكار وهيدعمنا بالدكاترة وهيدعمنا بالمزارع، لأن احنا عندنا مزارع في الجامعة، عندنا الجامعة مشرفة عليه. تمام. أستاذ صلاح حمدي مؤسس مبادرة دعوة سيناوي، بشكرك جزيل الشكر. الحقيقة دعوة ومبادرة يعني تستحق الشكر يعني والتميز. خلينا بقى نقول عندنا ايه النهاردة. النهاردة عندنا الحقيقة فقرتين متميزتين جدا يا عمرو. في فقرتنا الأولى هنتكلم عن موضوع مهم، بما أن التحول الأخضر والتغيرات المناخية هم الشغل الشاغل للعالم كله في الوقت الحالي، وخصوصا الشباب المصري اللي بقى بينفذ مشاريع صديقة للبيئة. وعشان المشروعات دي تنجح لازم يكون في تأهيل للشباب دول عشان يعرفوا أكتر عن الاقتصاد الأخضر وإزاي ممكن نتحول للاقتصاد الأخضر وتحقيق أكبر استفادة منه. عشان كده هنتكلم عن برنامج مسار لريادة الأعمال، وده بيقوم بتوعية وتنمية الشباب على الاقتصاد الأخضر. وهينورنا في فقرتنا الدكتورة رانا سامي مديرة مشروع مسار لريادة الأعمال. إن شاء الله المبادرات كترت قوي حول التحول للأخضر. هو الشباب متحمس قوي تقريبا، بما أنه كمان الحدث ده كله حصل هنا في مصر. صحيح. والوعي بدأ يزيد، فالناس متحمسة أنها كمان يكون ليها دورها وبصمتها. لا ومصر الحقيقة متبنية الريادة في الموضوع، يعني مش بنقلل من أدوار الدول الأخرى خالص يعني. طبعا. ولكن انت عارفه كده المصريين لما بيخشوا في حاجه عارفه اللي هو ايه، بيثبتوا وجودهم قوي، فبتلاقي بقى كله مش بس الدوله او المؤسسات معينه في الدوله، لا بتلاقي الناس كمان طب يلا بينا يلا نعمل ده طالما حاجه كويسه. والحقيقه عاملين نجاح كبير جدا، انا مبسوط جدا بصراحه في كل المبادرات. فقرتنا الثانيه بقى هيكون منوره فيها ضيفه مختلفه، هي واحده من عشاق ماده العلوم، عشان كده قررت بسبب حبها وشغفها للعلوم ان هي تحبب كل الاولاد فيها وتبسطها بطريقه ممتعه عشان تغير وجهه نظر الاولاد في العلوم عن طريق الاغاني والعروض المسرحيه. ده من خلال فريق كيدز شتاين، عشان كده هيكون معانا، واللي واضح من الاسم ان هو منقسم لشقين، كيدز يعني اطفال، واينشتاين اللي هو عالم الفيزياء الشهير. نعرف تفاصيل اكتر ونعرف سر التسميه مع ضيفتنا اللي هتكون منورانا مارينا جرجس مؤسسه فريق كيدز شتاين لتبسيط العلوم. نلتقي بحضراتكم مع اولى فقراتنا ولكن بعد الفاصل.
بنجدد التحيه لحضراتكم مره تانية. كل يوم الحقيقه بنلاحظ ان بيكون في خطوه جديده للحفاظ على البيئه وحمايتها، خصوصا من الشباب المصري اللي بقى عنده وعي باهميه الحفاظ على البيئه بشكل كبير، وبيحاول ان هو يقدم حلول خارج الصندوق لحمايه كوكب الارض كله. والحقيقه انا مش ببالغ لما بقول حمايه كوكب الارض، وارجو ان محدش يعني يتفه او يقلل من المجهود اللي احنا بنعمله، لان احنا بجد كمصريين احنا لو بصينا لحضارتنا من زمان قوي هنلاقي ان في علوم قدمناها بيعجز العلم حتى الان ان هو يفسر معناها ويفسر الحاجات دي اتعملت ازاي. وطبيعي جدا لما نساهم ونشارك بمشروعات وافكار عندنا شخصيه حتى ولو صغيره هي بتساهم في حمايه كوكب الارض، منها زي ما بنقول مشاريع ناشئه صديقه للبيئه. وعلشان ده يتم لازم يكون في تاهيل للشباب علشان يكون رواد اعمال بيساعد في التحول للاقتصاد الاخضر، وده اللي بيتم من خلال برنامج مسار اللي احتفل بتخريج الدفعه الاولى منه بحضور دكتوره رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الاسبق. هنعرف تفاصيل اكتر عن البرنامج من رانا سامي مديره مشروع مسار لرياده الاعمال. اهلا بيكي منورانا. اهلا بيك. ازيك يا رانا؟ الحمد لله. في البدايه كده احكي لنا ايه هو مسار؟ مسار هو مشروع من مشاريع شركه انروت. المشروع ده بيستهدف الشباب والسيدات. المشروع ده منتشر في 5 محافظات في الصعيد، ودلوقتي يعني لسه من فترة قصيرة جدا دخلنا محافظة جديدة. فإحنا بنغطي بني سويف، سوهاج، إنا أو أسيوط، معلش، أسيوط، سوهاج، إنا، والأقصر، وأسوان، وريسنتلي بني سويف. المشروع هي عبارة عن مراكز. المراكز دي متواجدة في الجامعات بتاعت كل محافظة، وهي أكتر بتستهدف إن إحنا إزاي نخلي الشباب اللي موجودة في المحافظة ننمي أفكارهم، نخليهم يعرفوا يشوفوا الفرص اللي موجودة حواليهم، وذر بقى هي اقتصادية أو تنموية، أو أصحاب المشاريع اللي موجودين أصلا في المحافظة إزاي إن إحنا نساعدهم إن هم يطوروا المشاريع بتاعتهم اللي موجودة حاليا. أنت بتتكلمي في تنمية أفكارهم، طب بالنسبة لتنمية مهاراتهم علشان يبقوا قادرين يحققوا الحاجات اللي هم هيدوروا عليها، يعني انت بتقولي هننمي الأفكار فيقدروا يعرفوا ايه الفرص اللي حواليهم وبالتالي يقدروا يشاركوا فيها. بالزبط. طب بس اكيد هم محتاجين مهارات عشان يشاركوا فيها، فهل مسار بتقدم المهارات دي كمان؟ بالظبط. احنا في العادي كل محافظه دايما بندور نشوف اصلا الشباب اللي فيها ايه الاحتياجات بتاعتهم، مدى العلم مثلا من ناحيه رياده الاعمال بيبقى واصل لغايه فين، وبنبدا ننمي ان احنا نوصله ان هو يفكر زي رائد الاعمال بالظبط، وازاي ان هو حتى يبتكر، مش لازم في فكره او في مشروع، بس ازاي حتى في وظيفته لما يطلع من التدريب ده يكون عنده المهارات ان هو يبقى شخص مبتكر وشخص عنده ليدرشيب او قادر ان هو يكون قائد بالظبط لمشروعه او لفكرته، يعني بالظبط للمجتمع اللي حواليه ولزمايله طبعا في الشغل او للناس اللي هيشتغل معاهم في المشروع بتاعه اللي هو بيحاول ينشئه. بس لو حد ما عندوش فكره اصلا ممكن يبدا ازاي بعد التخرج؟ انتوا بتعرفوا تحطوا رجليه على اول المسار زي ما نقدر نقول. بالظبط كده. فبتبقوا عارفين يعني او مدركين احتياجات كل محافظه وايه اللي ممكن حاجه تمشي فيها وتبقى كويسة والشباب يقدروا يقدموها. بالضبط. هو البرنامج دايما بيبدأ بالتوعية، لأنه طبعا إحنا بنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نوعي الشباب عن الفكرة أصلا بتاع ريادة الأعمال، وجزء من التوعية إن إحنا بنساعدهم إن هم إزاي يطلعوا بأفكار وإزاي يخلوا الأفكار دي تكون يا إما بتحل مشكلة حواليهم يا إما بتملى مثلا فجوة أو بتحل مشكلة أو ليها احتياج في السوق عامة. فمعظم الوقت الناس بتطلع من التوعية عندهم أفكار كتير جدا 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 بس مش عارفين ياخدوا الخطوة اللي بعدها. وإحنا بقى بنساعدهم في الخطوات دي مع أصحاب المشاريع اللي معهم أفكار. رنا، المبادرة الفترة دي مركزة أكتر على فكرة الاقتصاد الأخضر. بالظبط. طيب إيه هو الاقتصاد الأخضر؟ يعني حابين نفهم الناس يعني إيه المصطلح ده؟ طب خليني اشرح مصطلح قبل الاقتصاد الاخضر عشان اسهل على الناس شويه، عشان في مصطلحات كتير قوي حوالينا النهارده. مصطلح الاستدامه مثلا. الاستدامه دي عباره عن انه احنا في موارد حوالينا موجوده في البيئه اللي احنا عايشين فيها، ومش دايما بنبقى واخدين بالنا ان الموارد دي ممكن تخلص. فالفكره الاستدامه ان انا اكون بستعمل الموارد دي بطريقه ذكيه تخلي الموارد دي موجودة للمجتمعات وللأجيال اللي قدام، إنها تفضل فيها استدامة مكملة معانا فترات طويلة في حياتنا. فالاقتصاد الأخضر هو أساساً بيفكر، يعني فكره الأولاني هي الاستدامة، وإزاي إن إحنا نقدر نستعمل الموارد اللي حوالينا بطريقة
efficient او نقدر ان احنا نخليها ما تستنفذ من المجتمع او تخلي الاجيال اللي بعد كده ما تلاقيهاش. والحاجه الثانيه انه اقتصاد بيشجع على ان احنا نقلل الكربون، وكمان اقتصاد بيحاول ان هو ينمي جوه مجتمعه الفكر انه ازاي اخلق حاجه تساعد البيئه مش تكون ضدها او تكون بتستغلها. فهو من الاخر بيحاول ينشئ الاستدامه جوه المجتمع او الاستدامه في الاقتصاد، بس هو اسمه الاقتصاد الاخضر عشان هو هدفه اخضر في الاخر، او لو ده هيبقى يعني أمل إنه يحافظ على البيئة يعني بيعبر على البيئة بالظبط. الدولة كلها بتسعى تقريبا للموضوع ده الفترة بالذات عشان الكوب 27 صحيح طبعا. ويعني في مشاريع كتيرة قوي شغالة بقالها سنين على الاقتصاد الأخضر، بس الحمد لله دلوقتي ابتدى يكون عليها ضوء أكتر، ودي حاجة يعني تبسط. أنا بقى في رقم كده عجبني قوي، 34 شركة ناشئة أكملت دورة الحضانة بالفعل مع مسار. بالظبط الحاضنة. ايه بقى اصلا دوره الحضانه؟ وهل ال 34 شركه دول بداوا معاكوا اصلا؟ يعني انتوا بداتوا معاهم بالافكار؟ تمام. الحاضنه هي عباره عن المرحله اللي بعد التوعيه. بعد التوعيه بيكون عندنا حاجه اسمها ابدا حلمك، ودي من الاخر بنجيب الفكره او المشروع اللي موجود ونحاول ان احنا نخليهم يعملوا بيها خطه عمل. بعد كده هو بيبدا يدخل الحاضنه، والحاضنه دي بتساعده ان هو يوصل لكل الموارد اللي هو محتاجها. الموارد دي ممكن تبقى بشريه، ممكن تبقى اسواق، ممكن تبقى اشخاص، ممكن تبقى تدريبات انه هو ازاي اصلا يدير مشروعه ازاي. طب ورؤوس الاموال؟ طبعا بنساعده ازاي ان انت يعني تدير راس مالك، ازاي تدير مشروعك، ازاي تجيب تمويل، ازاي خطه عملك تساعدك انك تجيب لك تمويل. وهما كلهم بدأوا معانا توعية وابدأ حلمك، وبعدين دخلوا معانا الحاضنة. طبعا كل محافظة كانت بتختلف، بس هي الحاضنة كانت مدتها تقريبا من 6 شهور لسنة، وقدرنا ان احنا الحمد لله نخرج 34 شركة ناشئة من الصعيد، ودي كانت يعني من اكبر. كلهم من الصعيد؟ كلهم من الصعيد. كلهم كلهم على فكرة. كلهم طبعا بيغطوا الخمس محافظات اللي احنا شغالين فيهم دلوقتي بقالنا من 2018. الحقيقه انا مبسوط بفكره الاهتمام بالقطاع الصعيد، لانه قطاع من الاماكن المهمه جدا في مصر، واتخيل ان هو بيبقى محتاج لتطوير كل مدى. ويعني فكره التطوير هناك كمان مش سهله، يعني اتخيل ان في يعني انك تقنع حد من هو يعمل فكره جديده، اتخيل في المجتمع الصعيدي ما بتبقى سهله قوي. عشان كده انا مبسوط جدا ان انت قدرت تحققه. شكرا. طيب يعني ايه الجهات اللي بتدعمكم؟ حابب اعرف ايه اكتر الجهات اللي بتدعمكم خلال من ساعه ما بداتوا لحد دلوقتي؟ احنا عندنا طبعا الجهات التمويليه اللي بتمول المشروع، اللي هي زي مؤسسه دروسس والسفاره النيوزيلنديه والسفاره الهولنديه، وطبعا الراعي الرسمي للايفنت اللي احنا عملناه وقدرنا ننشر فيه الافكار واصحاب المشاريع اللي طلعوا من الصعيد، وزاره التعاون الدولي. ده غير طبعا ان في جهات تانية بتدعمنا في المشاريع، بس في مسار هم دولت الجهات اللي احنا بنشتغل معهم الاساسية. انا عايز اعرف كمان امثلة على طبعا الجامعات. امثلة على الشركات يعني ال 34 شركة اللي اتكلمنا عنهم دول، امثلة بقى على النشاطات اللي بيعملوها. تمام. هو بسبب ان احنا بنشتغل في الصعيد فدايما بيبقى في قطاعين اساسيين احنا بنشتغل فيهم. اول حاجة بتبقى الحرف اليدوية، لانه طبعا السيدات هناك والبنات كمان وارثين حرفه، وبيبقى دايما عندهم افكار بس مش عارفين يمكن يطلعوا من الحرفه ذات نفسها. بيبقى عندهم افكار ديزاينات جديده، ففي كتير منتجات ليها علاقه بالجلد، في منتجات ليها علاقه بالمخلفات الزراعيه زي مثلا العرجون، في مخلفات شجر الموز، دي كلها حاجات بيستعملوها زي ماتيريال بيعملوا بيه المنتجات بتاعتهم، بيعملوا شنط، بيعملوا حاجات اساس، يعني في فرايتي كبيره قوي في الحته دي. وفي طبعا الاعمال الزراعيه او اي حاجه اللي هي بتقع تحت قطاع الاجري بيزنس، ودي بتبقى مثلا بيستعملوا مثلا حاجات زي النباتات الطبيه العطريه ان هم يعملوا بيها حاجات كوزماتكس، يعملوا بيها صابون، يعملوا بيها بخور. وفي ناس تانية بقى بتعمل عسل، وفي ناس بتعمل زي عرايس، والعرايس دي بتبقى بتركز برضو على التراث، فممكن تتعمل بالتلي، ممكن تكون فيها الوان نوبيه، اشكال نوبيه.
او حاجه يعني بتعزز الثقافات بتاعتهم. دي حاجات حلوه قوي قوي، بس انا اظن انه الصناعات اليدويه خصوصا هي منتجاتها غاليه، وعاده بيكون مجال تسويقها مش نفس المكان اللي هي مصنوعه فيه بالزبط. فازاي بتساعدوهم ان هم يعني يوفروا السلع دي ويسوقوها للناس اللي فعلا هتشتريها وهتكون مهتمه بحاجه زي كده؟ من خلال معارض. ده السؤال يعني، دي الاجابه الواضحه. بس المعارض كمان بتساعدهم ان هم اصلا يعرفوا راي العميل بتاعهم. يعني اقدر ان انا اشوف بنت بتقولي رايها في شنطتي، ده بالنسبه لهم بيبقى حاجه كبيره قوي. والمعارض دي بتكون برضو في الصعيد؟ لا، مش طبعا بيبقى في زي معارض زي تراثنا ديارنا، في معارض طبعا ليها علاقه بالقطاع الاعمال الزراعيه، في معارض في الحته دي برضو. فمعظم الوقت بتبقى معارض. جوه المعارض طبعا بيكون في ورش، والورش دي بتساعد ان هم يقابلوا خبراء، يعرفوا رايهم، يعرفوا السوق رايح فين، يفهموا السوق اكتر. كل ده طبعا بيبقى بالنسبه لهم يعني بيفتح عينيهم على حاجات كتير، بيقدروا يفهموا المنتج بتاعهم اكتر، وبيخليهم يتطوروا اسرع كتير يعني. بس المعرض ده بيكون مره او مرتين في السنه بس، بيساعدوا طول السنه. بيحصل ايه بقى؟ بيساعدوا طبعا ان هو بقى لما بيجي في اسواق تانية او زي ما نقول كده بيعمل زي علاقات مثلا من خلال المعرض، انه عن طريقها يقدر يسوق لباقي السنه. بالظبط بالظبط. طب انا حابه اروح معاكي لفكره احتكاكك برواد الاعمال من خلال المبادره. شايفه ان بقى عندهم وعي اكبر و يعني حوالين المشاريع الخضراء، وشايفين ان هي ليها اهميه، ولا الاتجاه للمشروعات المربحه حتى وان كانت غير صديقه للبيئه؟ هو الناس في الصعيد اصلا بتفكر بطريقه ان هم ازاي يستغلوا الحاجات الصغيره اللي حواليهم ويعملوا بيها حاجه. ودي حاجه يعني من غير اقتصاد اخضر هم كده كده بيعملوها لوحدهم. وطبعا بسبب ان هم بشكل تلقائي يعني. بشكل تلقائي طبعا. زي ما بقول لك، معظم الحرف اللي موجوده اصلا في الصعيد بتستعمل مخلفات زراعيه. بس اللي هم ابتدى يشجعهم اكتر وجود الكوب. يعني الكوب مسمى عندهم شكل كبير جدا جدا، قادرين حاسين يعني ان هم فخورين بوجوده وفاهمينه اكتر واكتر. هم كمان بيتاثروا قوي باللي بيحصل في المناخ، وهم اول ناس، لان هم اصلا بيعتمدوا بشكل كبير على الزراعه في حاجات كتير. فبالنسبه لهم هم بيبقوا عايزين يعرفوا حلول، بيبقوا عايزين يعرفوا ده ليه بيحصل. فاكيد زود التوعيه لما احنا بنبدا نتكلم عليها، بيبداوا يسالوا اسئله. طب انا عندي كذا، طب انا ممكن استغل المخلفات دي في ايه، طب انا ممكن اعمل بده ايه، طب هل ده انا بده بحرقه، طب احطه فين. فطبعا فتح خلاهم هم يفكروا بطريقه مبتكره يعني. دي حاجة جميلة جدا. ليه اهتميتوا بالصعيد خصوصا؟ عشان الصعيد في بوتنشل كبير قوي يعني. في الصعيد فرصة، وشباب فعلا عندهم فكرة وعندهم أفكار كتير، وبيعرفوا يحلوا مشاكل. هم عندهم ابتكار عالي، بس هم يمكن التنفيذ بالنسبة لهم هو اللي بيبقى مش عارفين يحددوه. هي كانت بس فكره ان احنا نساعدهم ان هم يشوفوا ده، نساعدهم ان هم ياخدوا الخطوات دي لقدام، ونوريهم انه لا، في ناس انتوا ممكن تنجحوا. وطبعا تخرج ال 34 شركه ده بالنسبه لنا يعني خلاهم يدوا امثله لناس تانية عندهم في المحافظه ويشجعوا. عندها اسلوب من اساليب تشجيع الشباب على المشاركه في فكره رياده الاعمال يعني؟ وايه تاني ممكن تكونوا بتشجعوا الشباب بايه تاني غير رياده الاعمال؟ لا، غير فكره يعني، انت لما بتقولي انا عندي 34 شركه ناشئه، وحد تاني بيشوف نجاح الشركات دي، فده بيمثل بالنسبه له حافز لان هو يبتدي يكون رائد من رواد الاعمال او يشارك معاكم. هل في افكار تانيه كمان بتحفزوا بيها الناس؟ مش فاهم السؤال شويه. بتحفزوا الناس ازاي ان هم يشاركوا معاكم في المبادره؟ احنا بنحاول على قد ما نقدر انه هم يبقوا شايفين الاستفاده اللي هتطلع لهم، لان ده مهم يعني. اعتقد محدش فينا هيستثمر وقته في حاجه وهو شايف ان هي مش هتجيب له حاجه. فاحنا دايما بنوريهم ايه العائد اللي هيرجع لهم، وانه بس مش هيرجع لهم في مشاريعهم بس، هيرجع لهم كمان في اماكن عملهم او في الشركات اللي هم ممكن يكونوا متوظفين فيها دلوقتي. انه ازاي الفكر ده هيساعدك ان انت تحل مشاكل وان انت تبقى مميز في المجتمع. ومعظمهم حتى اللي بيكمل معانا بيكونوا ناس المجتمع يمكن مش بيشجعهم،
ويمكن بيبقى ضدهم في الاول، بس اول ما بينجحوا كلهم بيسقفوا لهم. فطبعا ان انت تبقى واثق فيه وعندك ايمان ويقين ان هو هينجح، ده بيساعده كويس قوي وبيخليه يثبت للي حواليه ان هو كويس. هو الموضوع في النهايه ما بيبقاش بس تدريبات وان احنا بنودي معارض وبس، هو طبعا ده كله مهم جدا جدا، بس هو جزء كمان ان انت تشتغل على ان هو بني ادم اللي انت جايب له حاجه جديده وهو بيحاول يفهمها. فاعتقد دي حاجه احنا بنركز عليها قوي قوي، ان احنا نبقى بنفكر بالطريقه النفسيه برضو، انه ده شخص عنده استعداد ان هو يستقبل معلومه معينه، ازاي اخليه ان هو يهضمها ويستعملها وتبقى حاجه سهله بالنسبه له. ده حاجه مهمه جدا. رنا سامي، مديره مشروع مسار لرياده الاعمال، بشكرك جدا، شرفتينا ونورتينا. شكرا لكم. نشكرك جدا، نورتينا جدا يا رنا، ونتمنى لكم كل التوفيق في مسار انتوا وكل الشركات اللي بتساعدوها. ومشاهدينا لسه مكملين معاكم، وبعد الفاصل معانا فقره مهمه جدا عن العلوم بطريقه جديده، طريقه كيدزشتاين. هفضل اعلم فيكي لحد امتى؟ مش عارف، بس بعد الفاصل. دراسية بنحبها وبنبقى قادرين ان احنا نبذل فيها مجهود كبير ونطلع كل طاقتنا في مذاكرتها، وفي مواد تانية بتبقى عاملة زي اللوغاريتمات من كتر ما هي معقدة. واحدة من المواد دي اللي دايما كتير مننا قوي كنا بنستصعبها من واحنا صغيرين هي مادة العلوم، لكن ضيفتنا كان ليها رأي مختلف لأنها واحدة من عشاق مادة العلوم، عشان كده قررت بسبب حبها وشغفها للعلوم انها تحبب كل الولاد فيها وتبسطها بطريقة ممتعة عشان تغير وجهة نظرهم في العلوم عن طريق الأغاني والعروض المسرحية، وده من خلال فريق كيدزشتاين. خلينا نرحب بضيفتنا اللي منورانا واللي بالمناسبة اسمها مارينا برضو، مارينا جرجس، مؤسسة فريق كيدزشتاين لتبسيط العلوم. أهلا بك يا مارينا. أهلا بك. أهلا بك يا مارينا، منورانا. أهلا وسهلا. يعني بصراحة يعني ناس كتير قوي بتتهم العلوم بأن هي لوغاريتمات زي ما مارينا كانت بتقول كده دلوقتي. ايه سر حبك ليها وبدا امتى؟ هل بدا من انت صغيره ولا عشان انت كنت في كليه العلوم فبالصدفه حبيتيها؟ احكي لي كده القصه. لا، هو بدا من وانا صغيره، من وانا في ابتدائي كان اكتر ماده بنبسط كده يعني بذاكرها عشان بحبها وانا بتمزج بيها كده هي كانت العلوم بس، وبعد كده كملت. يعني انا علوم دخلتها عشان بحبها، مش دخلتها يعني اتخانقت عشان ادخل. يعني لا، انت كنت حابه توصلي لده. ومن ساعه بقى ما اتخرجتي من كليه العلوم وانت قررتي ان انت تعملي كيدزشتاين؟ اول ما اتخرجت يعني كان عندي طموح كده ان انا اشتغل في مصنع ادويه واخترع ادويه واساعد كل الناس وكده، بس وفعلا قعدت كتير واشتغلت في مصنع ادويه، قعدت 6 سنين في المصنع، وبعدين اكتشفت ان مش هو ده اللي هينفع اكمل فيه وغيرت. طب احكي لي بقى عن فكره التغيير، يعني من الشغل في مصنع ادويه لكيدزشتاين اللي هي بقى، احكي لي ده حصل ازاي وهل في مراحل؟ هو في الاول خلاص انا كنت في المصنع مبسوطه وسعيده جدا، بس بعد عدد سنين معينه الموضوع بقى روتيني شويه، يعني هي نفس الحاجات. وبعدين بقيت ابص كده لكل الناس الاكبر مني، يعني اللي بقى لهم 20 سنه و25 سنه موجودين، هل انا عايزه ابقى مكان مين فيهم عشان امشي في الطريق يعني؟ بس حسيت ان انا مش كلهم. وابتديت بقى افكر ساعتها ايه اكتر حاجه بحبها وايه اكتر حاجات انا بحب اتعامل معاها. فلقيت ان الاطفال بحبهم جدا جدا جدا، والعلوم ما اقدرش استغنى ان انا اشتغل في حاجه تانية واغير العلوم نفسها، والحاجات اللي انا بحبها بقى الاغاني والالعاب وكده. فابتديت بقى من هنا، ابتديت سكه ان انا ادور على حاجه تدمج الثلاثه مع بعض، وطلعت كيدزشتاين في الاخر. بتعملي فيها ايه بقى كيدزشتاين؟ احنا كيدزشتاين بنبسط العلوم بطرق مختلفه، اونلاين واوفلاين. المناهج الدراسيه يعني ولا العلوم؟ لا، في يعني المناهج ده في وقت المناهج او الدراسه، وفي الصيف والاجازه، وبرده في الدراسه في النص. تدوها كمعلومات عامه حاجات يعني هي الفكره. انا هدفي من كيدزشتاين ان هم يحبوا العلوم عامه، العلم عامه، مش بقى الكلمتين اللي في الكتاب اللي اروح اقراهم واروح ادلقهم وخلاص، لا يعني العلوم عامه. والعلوم دي اللي هي يعني كيمياء وفيزياء واحياء، مش كده؟ كل طيب الجوانب. بتعملي ايه بقى عشان توصلي لهم الحاجات دي؟ هو في حاجات كده، في يعني حاجات اونلاين، حاجات اوفلاين. اونلاين فيديوز عاديه واغاني ويعني والتراك بقى فيديوز سواء معلومات او اغاني،
والاوفلاين بقى في عروض مسرحيه. يعني مثلا كان اخر حاجه عملناها كان عشان الكوب 27، كنا عاملين احنا كاننا فريق، احنا اللي هننقذ البيئه، وداخلين بقى اوضه كده فيها تجارب معينه وحاجات معينه بنعملها. اتعلمنا ريسايكلينج، اتعلمنا ازاي نحافظ على البيئه، ايه الحاجات اللي بتضر، يعني دخلنا في الحته دي، وكلها كانت مسرحيه، وهم اللي عملوا التجارب بايديهم وخدوا المعلومه كامله من عرض مسرحي، يعني انتراكتيف مع هم، يعني بيتفاعلوا معايا. طب معلش انا عندي فضول لحاجه، يعني مثلا الكيمياء معادلات وحاجات كده بتبقى شويه مش سهله، أوكي. دي ازاي بتقدري تبسطيها، او ازاي تقدري تحطها في اغنيه او في اداء مسرحي؟ يعني مش فاهم ازاي. بص، هي الفكره كلها، يعني انا بعتبر نفسي شبه المعده. عارف المعده بتعمل ايه؟ احنا بناكل اكل معقد بالنسبه، يعني اعضاء جسمنا شايفه الاكل ده معقد، فما بتقدرش تستفيد منه كاكل، فالمعده بتحاول تهضمه وبتطلع الحاجات المفيده جسمنا يستفيد منها. فانا بحاول اخد الحاجه المعقده، يعني انا بقرا ابحاث كتير قوي واوراق بحثيه كتير جدا، وفي الاخر اشوف الحاجه يعني الحاجه المهمه اللي هتفيدهم، واحولها بقى، ابتدي احولها مسرحيه، احولها لعبه، احولها اغنيه، اكتر حاجه مناسبه للوقت ده. ينفع تقول لنا حته من اغنيه كده بصوتي؟ ايه المشكله؟ مشكله، المهم المضمون يعني. لا يعني ممكن ابقى ابعتها لك في الاخر، لكن بصوتي احنا كده البرنامج هيقفل. طب قولي لي، انت اصلا بتقابلي الاطفال ازاي؟ انت بتشتغلي في مدرسه؟ لا مش بشتغل في مدرسه، بقابلهم لا اما احنا يعني لا اما عن مدارس، انا ببعت للمدارس البرنامج بتاعنا هم بيستدعونا، لا اما مثلا بكون مشاركه في مهرجانات او ايفنتات كبيره وهم كده كده بيجوا، لا اما بيكونوا سمعوا من مدرسه تانية او شافونا فبيبتدوا يتواصلوا معايا واروح. يعني بتعملي تقريبا كم ايفنت من دول او كم حفله كده من دول في الشهر؟ لا يعني انا من ساعه ما بدات قابلت مثلا اكتر من 20,000 طفل. اكتر من 20,000 طفل في مده قد ايه؟ 3-4 سنين. طب كويس. واو. ده عدد كويس جدا. احنا معانا مجموعه صور كده حابين نعرضها وتعلق لنا عليها. بس لحد ما ده يحصل بتعملوا بقى التجارب اللي بتفرقع دي؟ اسالها معلش انا سرحت. بتعملوا التجارب اللي بتفرقع دي؟ بنعمل التجارب اللي بتفرقع. بتعملوا التجارب اللي بتفرقع؟ طب دي حاجه حلوه قوي. طب كلمينا الاول على الصور دي. ده كان عرض برضو مسرح تفاعلي علمي، بس اللي فات ده كان هاري بوتر، فكنا مشغلين ميوزك بتاعته، وكان واخد السيم بتاعت غرفه الاسرار، وكان بالتعاون مع مركز افكار للفنون اللي هو كان في مهرجان حكاوي، وساعتها بقى جبنا الاطفال ودخلوا برضو ان هم كانهم مدرسه هوجورت وهاري بوتر ومدرسه السحر، وتدور على الحاجات السحريه، واتحبسنا في الاوضه نخرج ازاي. ايه ده؟ الله كده ده تحفه. طب وايه ده؟ ده شكله عرض مسرحي. ده برضو عرض مسرحي بس كان بلياتشو العلوم. طب يعني بيعمل ايه يعني؟ احكي لي كده، هو بيقدم المعلومه ازاي كده اصلا؟ دول اتنين بلياتشو بيعملوا مقالب في بعض، يعني بيمسكوا حاجه مش عارفه ايه فتفرقع. ايه ده؟ طب ازاي؟ طب بالونتي هتفرقع ولا بالونتك؟ لا بلونته اللي فرقعت ليه؟ عشان دي فيها مش عارفه كذا مش عارفه ايه. ونبتدي بقى نشرح بنبتدي من خلال الحاجه اللي عملوها. هما بياخدوا معلومه سريعه، وفي نفس الوقت يعني هما بيلعبوا معانا بقى مقالب، بقى في موسيقى شغاله. انتوا كنتوا بتلعبوا شد الحبل من شويه في الصوره اللي فاتت. وفي حاجات بتفرقع عشان ما تزعليش. اللي بتفرقع خدتي بالك اكيد طبعا. والبنت يعني مذهوله اهي على الجنب. بصي خايفه يا عيني، وحاطه ايدها على الكمامه وخايفه جدا. ودي انت بقى اللي لابسه بلياتشو هناك؟ اللي في النص دي. انت؟ والله انا عاجبني قوي ان انت سبتي بقى مصنع الادويه وقررتي انك تلبسي بلياتشو وخلاص كده. هو ده اللي ودي حاجه غريبه جدا. مبسوطه يعني؟ طيب بعد التغيير ده انت حاسه نفسك احسن؟ جدا يعني جدا، وكل يوم يعني كل يوم في حاجه جديده بتعلمها وبعملها ده طول الوقت. ووقت الخطوه دي نفسها كنتي بالثقه دي ولا كنتي خايفه؟ كنت مرعوبه. انا سايبه مكان في مصنع ادويه، مش اي حد بيعرف يشتغل في المكان ده، يعني مش اسهل حاجه يعني. وسايبه مكان بقى ثابت ومرتب وباص بقى وحاجات. شغل الناس كتير ممكن تكون بتحلم بيه بالظبط. ورحت مشيت، انا ماشيه يعني على ولا حاجه. وكل الناس بعد يقولي مارينا انت ما بتفكريش، كل الناس عارفين انت ازاي بتعملي كده، طب خليكي هنا واعملي هنا. طب ليه ما عملتيش يعني الفكره دي فعلا، فكره ان انا افضل هنا لحد ما اعمل حاجه جديده؟ لا انا كنت برجع 8 بالليل. فما كانش في وقت خالص. فانت قررتي ان شغفك هو اللي هتعمليه. بالظبط. مش هتاخدي الشكل التقليدي. انا علشان كده نزلت اصلا اشتغلت في مدرسه سنه عشان اشوف شكوه اولياء الامور والدراسه والحاجه على ارض الواقع، عشان اما ابتدي اكون عارفه حاجات على ارض الواقع. تشتغلي على اللي هم على تعبهم ومضايقهم فعلا. بالظبط.
احكي لنا بقى عن الصور بقى دي، صورة ايه؟ دي كنت في مدرسة برضو، عملت لهم عرض بلياتشو العلوم هناك. بس انتي شكلك جميل قوي بالميك اب اللي انتي حطاه والباروكة متأكدة انه جميل مبهج. لا جدا جدا حقيقي مبهج جدا، وتحسي كده انه يعني انا لو طفلة، أنا من غير ما اكون طفلة، وانا لو شفتك هبقى مهتمة جدا اني هو الحقيقة فعلا اني اسمع هتقولي ايه. الشكل المختلف ده دايما بيجذب انتباه اي حد، فبالك بقى لو الطفل اللي هو عنده دي حاجه ممكن يكون اول مره يشوفها في حياته او يحضرها فعليا في حياته لو ما كانش بيشوفها في التلفزيون، فاكيد هيهتم يعرف الشخصيه اللي قدامه دي بتقول ايه. فده عندنا طباخ ومستكشف وعندنا لبس كتير. ده انتوا عاملين انت بقى الفريق ده اتكون ازاي؟ هو يعني انا بكون مثلا رايحه عرض مسرحي في الاول خالص، كنت بعمل الحاجات دي لوحدي خالص، بعدين سنه سنه ابتديت اقول لهم يا جماعه انا مثلا مش اشطر حاجه في التمثيل، فعايزه حد شاطر معايا يكون بيعمل كذا، فلاقي مثلا يعني هم لما ابتدوا يشوفوا الحاجات اللي في الاول فابتدوا بقى يجوا، يعني يحسوا ان انا بعمل حاجه كويسه فابتدوا يجوا. يعني ردود افعال الاهالي ايه معاكي او معاكم كلكم يعني كمجموعه لما بيجوا يحضروا حاجه زي كده ويشوفوا اولادهم اتبسطوا واستفادوا، ايه ردود افعالهم؟ الصراحه يعني بالنسبه لي مبهره، يعني في الاول خالص يعني شويه يقولوا مثلا ان هم كان نفسهم يكونوا كده زمان، كان يعني في واحده قالت مثلا ان هي كان نفسها قوي تكون بتاخد العلوم بالطريقه دي، كانت دخلت علمي بدل ما هي دخلت ادبي عشان هي مش بتحب العلوم، مش عشان هي بتحب الادبي مثلا. في ناس تانية يعني انا كنت العرض اللي انا مستهدفه بيه الاطفال، اهاليهم ساعات بيحضروا معاهم عشان ما يحضروش لوحديهم، بس انا مينلي مستهدفه الطفل يعني، لكن ان الاهالي هي بتتفاعل وبترفع ايديها وبتكون عايزه تخرج معانا وتلعب ومش عارفه ايه، ده مبهر جدا. ده تحفه يعني. انت اصلا بتستهدفي الاطفال في سن كام؟ من يعني اكتر حاجه من 7 ل 14. ساعات بعمل حاجات لثانوي وجامعه، بس ده بيكون يعني عشان العدد بيبقى يعني بشتغل اعداد اقل، فاللي بيقول لي كذا بنعمل نفس العروض دي بس تتوجه لسن اكبر يعني، بس اكتر حاجه من 7 ل 14. بتتعاملي مع الاطفال ازاي؟ اتخيل ان كل طفل ليه طريقه خاصه مختلفه عن التاني، فانا محتاج منك مهارات مختلفه، فقولي لي احكي لي كده انت بتعملي ايه عشان تقدري تعملي كده. هو انا يعني بحب الاطفال لمجرد ان هم اطفال، بيزعق بيرزع بيكسر هادي ما بيتكلمش ما كلهم. انا معاكم يا شباب. هو اي اصل هو طفل فما عندوش اي حاجه تقول ان هو يعني اي حاجه سلبيه فيها، هو طفل فهو حلو خلاص ما فيش حاجه تانية. بس بتعرفي تتعاملي مع كل شخصيه على حده بالطريقه اللي تناسبه. كل شخصيه ليها، هو كلهم عايزين يتشافوا، فانت لو شفتهم كلهم وديتهم الطريقه اللي يعبروا بيها عن نفسهم بطريقتهم من غير بقى ايه ده بص ده شقي فده حلو، بص ده بيلعب ده حلو، ده هادي ده كويس كده، كلهم حلوين، فهم بيخشوا معاك في المسرحيه بيلعبوا معاك بالطريقه اللي انت شايفهم بيها فبيستمروا كده. طيب اظن يعني انا عاجبني قوي اللي انت بتقوليه، بس انا حاسه انه الاطفال حاليا مختلفه شويه عن اطفال زمان، وان هما بيتجهوا اكتر للفيديو جيمز والسوشيال ميديا والحاجات دي اكتر بكتير من ان هما يتفاعلوا على ارض الواقع في اي لعبه، بقى صعب ابهارهم. فهل ده حقيقي؟ هو يعني هو لو لقوا بدايل بيعملوها، هو هيعرف يعني انا طفل دلوقتي شايف 1 2 3 وده الحلو، هعرف منين ان في حاجه تانية وانا مش شايف غير ده، لكن لما بشوف حاجات تانية وحس انها ممتعه واجرب كذا ومش عارف ايه واوصل لهم بلغتهم، يعني مثلا واحد بيتكلم صيني مش عارف يتكلم عربي لازم لغته عشان اجيبه بيها، فهو بيتكلم بلغه اللعب والالعاب والاغاني، هقول له خد كتاب اعمل كذا، هجيب له لعبه ممله اقول له بص انت بتحبش الالعاب ده اسهل، الجيمز سهله جدا دي اسرع حاجه، لكن لو لقيت حاجه تانية ممتعه هجري لها طبعا. هي الفكره ان اعملها بطريقتهم بس. كيدزشتاين رايحه لفين الفتره الجايه؟ يعني على مستوى الدراسة أنا يعني بقى هعمل ماسترز كده بخاص توصيل العلوم عشان أشوف العالم بقى بقية العالم عالميا إيه الطرق المستخدمة وكده عشان أبتدي أطبقها. بالنسبة للأنشطة هكمل زي ما أنا، هبتدي أتوسع أكتر محافظات تانية بدور على شركات تانية. كتبت كده فكرة كام برنامج وبحاول أعمل شراكة مع قنوات بتستهدف الأطفال عشان نعمل برنامج علمي تفاعلي برضو مع الأطفال. دي هتبقى فكرة حلوة قوي. اشمعنى كيدزشتاين؟ يعني واضح ان انت كمان بتحبي قوي اينشتاين لانك لابسه حلقه بالك الاكوتسون الحلقه يعني عليه اينشتاين. ده اللوجو بتاعنا كمان. ده ايه ده اللوجو بتاعنا؟ ده اللوجو بتاعكم. طب واو اشمعنى اينشتاين؟ يعني هو اينشتاين اكتر حاجه في قصته ان هو يعني ما كانش بيعرف اي حاجه، ما كانش شاطر في المدرسه، ما كانش معظم الحاجات اللي بتتقال لنا يعني، ما كانش شاطر في المدرسه، ما كانش عارف بيعرف يقرا لغايه سن قريب. اينشتاين ما كانش شاطر في المدرسه خالص.
وكانوا بيشتكوا منه وكانوا فاكرينه ان هو يعني ما فيش امل منه لغايه لما كبر يعني، بس لكن طلع في الاخر اينشتاين وعمل نظريات. فدايما يعني هذه المسج اللي انا بوصلها لكل طفل، ما بنروح بحكي قصه اينشتاين وبحكي لهم ليه انا اخترت ده وكيتزشتاين عشان يعني عشان كيتز بقى اطفال وكده. فدايما بحكي لهم المسج دي وبوصلها ان اي حد فينا يقدر سوري اي حد فينا يقدر يبقى عالم او يقدر يعمل نظريات او يقدر يعمل كده، مش عشان مدرس قال لك كذا فانت وحش، لا ما توصلكش المسج دي. دايما افتكر اينشتاين ان هو برغم ان هو كان بيشتكوا منه بس هو عمل نظريات وبقى من اشهر العلماء يعني. انا بتهيالي كمان القصه دي يعني في علماء كتير قوي واجهوا تحديات كتير قوي في الاول، وكان يعني بيتقال عليهم ان هم اغبياء وان هم مش بيعرفوا يفهموا بسرعه وكل الحاجات دي. انت بتهتمي بقى ان انت كمان توصلي القصص دي وتحكيها على طول، مش بس بتحكي الحواديت دي؟ طب دي حاجه جميله قوي، احكي لنا بقى حدوته منها. يعني مين تاني غير اينشتاين؟ فعلا اصل في ناس كتيره قوي يعني كلهم كانوا بيتعرضوا للديسكريميشن ده. في قصه من القصص مثلا اللي هي اتبعت ورقه لمامته، بس مش فاكره كان مين ده، نيوتن تقريبا؟ لا مش نيوتن، مش عارفه مين. هو بصي هو دايما بعيدا عن الاسماء، هو احنا بنسمع عن ناس كتير كانت ناجحه جدا ونكتشف ان هم تعرضوا لمراحل فشل كتير جدا في حياتهم، بس تصميمهم وارادتهم ان هو يقاوم الفشل ده. واللي بيجرب مرحله من مراحل النجاح، اديسون لما جرب كذا مره وفشل وفي الاخر بعد محاوله مش عارفه كم نجح، يعني ده الطبيعي يعني. مفيش حد من اول مره بيعملها وبتطلع، مفيش طبعا. طب خليني اسالك، باحتكاكك بفئات عمريه كتير وعدد كبير، انت قلتي 20,000 تقريبا لحد دلوقتي تعاملتي معاهم، هل في حد او اكتر من حد لفت نظرك وحسيتي ان ده في يوم من الايام ممكن يبقى اينشتاين مصر مثلا؟ لا يعني انا بحس انه كلهم، انا بالنسبه لي وانا بتعامل معاهم ان هم كلهم كده. وما يكون في حد بيجري، ايوه هو ده اللوجو، جميل قوي هنحكي عنه كمان. لما بيكون في حد كمان يعني مثلا نكون قاعدين بنعمل حاجه معينه مركزين مع بعض، ففي بقى ناس بتجري مثلا او بتندفع تروح تعمل حاجه بعيد او كده، فبيلاقوا مثلا زعيق من اهلهم او مش عارف ايه، يقول لهم لا سيبوه ده، هم ده اللي بيستكشفوا، هم اللي بيعملوا مش عارف ايه. فهو اولا بيسمع كده هو بيكمل، بس هو بيحس انه انبسط انه عمل. اكيد. نشكرك جدا جدا مارينا جرجس، مؤسسة فريق كيدزشتاين لتبسيط العلوم. الحقيقة استمتعنا جدا جدا بكل الكلام اللي انت قلتيه، ونتمنى لك كل التوفيق انت والعشرين ألف طفل اللي قابلتيه. اللي هيبقوا أكتر كمان إن شاء الله. شرفتينا ونورتينا وشكرا ليكي جدا. وبالطبع الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام. بكده تكون انتهت فقرات حلقتنا النهاردة من طابور الصباح. حلقة جديدة غدا نلتقي بكم فيها إن شاء الله.